إذن هي جمهورية جديدة كما أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة ميلاد المسيح عليه السلام في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. كل عام وأنتم بخير. المزيد من التفاصيل انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، بعد التحية أهلا بك على شاشة التلفزيون المصري. اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بكل الساده المشاهدين، وكل عام ومصر بسلام وامان وبطمأنينه وبسعاده، ونحتفل دوما باعيادنا ونحن تحت رايه الوطن، نعلي من قيم المواطنه ونعلي من قيم الدوله الوطنيه. استاذ جمال، اذا هي رسائل عده من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد واعياد الميلاد المجيد. رساله في باطنها الرحمة وفي ظاهرها الرحمة، أيضا تتحدث عن أن الجمهورية الجديدة بالقيادة الحكيمة تتسع للجميع. هي جمهورية للأمل والعمل، جمهورية للحلم وللعلم، جمهورية تتسع لكل أطياف الشعب المصري دون تفريق أو تمييز. إذن هي رسائل عدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الاحتفال الكبير. فكرة المواطنة ومواجهة التحديات، وكيف قرأت هذه الرسائل؟ يعني رسائل هامة للغاية. السيد الرئيس اليوم أرسل رسائل هامة للوعي الجمعي المصري. نتحدث عن يعني الصورة العامة للجمهورية الجديدة وما تحمله من قيم ومنظومة يعني ترسخ للجمهورية الجديدة تعتمد على الحلم والأمل والعمل، وأيضا هذه الجمهورية القادرة والتي لديها القدرة والقوة أيضا الشاملة، ولكنها لا تعتدي، وقوة ليست غاشمة ولكنها قوة رشيدة كما أوضح أيضا السيد الرئيس من قبل. وبالتالي نحن نتحدث هنا عن دولة هي دولة تعيش في سلام، ولكنها ليست دولة مستسلمة أو راضخة، ولكنها دولة لديها إرادة حرة قادرة على اتخاذ القرار الوطني الصائب لمصلحة هذا الشعب. رسائل أنا أعتقد أن هي يعني ليست موجهة للداخل فقط، ولكنها للعالم أجمع، بتوضح الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وهذه الجمهورية التي سوف تتجه بمصر إلى مصاف الدول الصاعدة ومصاف الدول المتقدمة. وبالتالي رسالة في غاية الأهمية، علينا أن نستوعبها جميعا ونقدر قيمة هذه الجمهورية وما سوف تحمله من تطلعات وآمال، وأن نعمل بجد حتى نصل إلى هذه الأحلام والطموحات. أيضا هذه الأحلام والطموحات لا تعني أننا قد أنهينا التحديات، وهذه رسالة أيضا أشار إليها السيد الرئيس اليوم، أن كلما حققنا إنجازا، كلما وصلنا بمعدلات الإنتاج إلى درجات جيدة أو حققنا منجزات جيدة على الأرض، سوف نواجه المزيد من التحديات. هناك بالتأكيد من يتربص بهذا الوطن، هناك من يريد أن يثير الفتن، هناك فكر متطرف ما زال موجودا يحاول الدخول والمرور إلى الداخل المصري، ولكن الحمد لله طبعا بعد ثورة 30 يونيو الشعب المصري رفض هذا الفكر المتطرف نهائيا. ولكن هذا لا يعني أننا لا يكون لدينا دوما وعي يتصدى لهذا الفكر المتطرف ويمنع دخوله مجددا إلى الداخل المصري. وبالتالي هي أيضا رسالة لإيقاظ الوعي الجمعي المصري أن ما زلنا نواجه التحديات وسوف نظل نواجه التحديات، يعني طالما ما زلنا أيضا نريد النجاح ونريد التقدم. وبالتالي أنا أعتقد أنها كانت رسائل اليوم مهمة للغاية، وجاءت في مناسبة أنا أعتقد أن هي أيضا أصبحت مناسبة وطنية، لأن كل أعياد المصريين الآن أصبحت مناسبات وطنية. الجميع يحتفل، الجميع يحتفل بعيد القيامة المجيد، الجميع يحتفل بعيد الفطر، الجميع يحتفل بكافة الأعياد التي توجد في الدولة المصرية. فهذه هي الهوية المصرية التي يعني تشكلت عبر آلاف العقود. طيب، على ذكر الهوية أستاذ جمال، من المعلوم أن مصر هي مهبط الرسالات ومصر الأنبياء. الديانات السماوية الثلاث كتبت وحفرت في وجدان الشعب المصري على مدار تاريخه منذ آلاف السنين. كيف ترى هذا التقدم والتطور الهائل والامتداد الذي تمتد به الدولة المصرية لآلاف السنين بل لملايين السنين، من فكرة الحفاظ على الهوية، الحفاظ على الدولة، الحفاظ على مكونات الشعب، وهذا أيضا ما تحدث عنه السيد الرئيس من وجوبية تكاتف المجتمع المصري خلف قيادته كل في موقعه؟ هذا هو النموذج المصري الاستثنائي الذي هو عافي على أي من الطامعين وأي من يحاول إثارة الفتنة في الداخل. هذه الهوية المصرية التي تكونت عبر آلاف العقود وآلاف السنوات
في الحقيقة هي هوية لها أعمدة سبعة ولها يعني تركيبة استثنائية، سواء كانت إسلامية أو قبطية أو مصرية قديمة أو حتى رومانية وغيرها من ال 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 يعني القواعد التي أسست عليها هذه الهوية التي شكلت عبر الآلاف السنين. وبالتالي أنا أعتقد أن الدولة المصرية هي نموذج استثنائي للتعايش والسلام والإعلاء فكرة المواطنة والدولة الوطنية فوق كل هذه المعتقدات وفوق كل هذه القيم. في الآخر بنجد أن الدولة المصرية الدولة الوطنية هي الحاضنة لكل الأديان والحاضنة لكل المعتقدات والحاضنة لكل الاختلافات. على مدار السنوات وعلى مدار آلاف السنوات وصلنا الآن إلى جمهورية الجديدة بنفس هذه القيم وبنفس هذه الأفكار وبنفس هذه الدولة الوطنية التي هي أقدم دولة وطنية عرفها التاريخ، وهي تمر الآن إلى جمهورية جديدة. سيد الرئيس يحدثنا الآن على الحفاظ على هذه الجمهورية أو على هذه الدولة الوطنية ونحن نمر إلى الجمهورية الجديدة حتى نحافظ على انتصاراتنا ونحافظ على منجزاتنا. الجميع نعم. يجب أن يلتف حول هذه الفكرة ويظل صامدا، فتظل مصر هي حصن الدولة الوطنية. الشعب المصري سوف يظل هو الحصن الحصين لفكرة الدولة الوطنية في وقت تتهاوى فيه الدول وفي وقت تتهاوى فيه فكرة الدولة أساسا في المنطقة، بل تظل مصر هي واحة السلام وواحة الأمان وواحة الاستقرار في إقليم مضطرب. هذه هي معجزة في الحقيقة، هذه معجزة الله في الأرض، هذه الأرض التي ذكرت في جميع الأديان إنها أرض السلام. هذه أيضا نقطة مهمة للغاية، وبالتالي علينا أن نلتف بالفعل حول قيادتنا السياسية، علينا أن نلتف حول دولتنا الوطنية، أن نعلي طوال الوقت من فكرة المواطنة والمصلحة العامة، وأن نظل نمر قاهرين كافة نعم. التحديات نحو الأمال والطموحات التي نسعى إليها. طيب أستاذ جمال، رسالة أخرى داخل رسائل السيد الرئيس اليوم بتهنئتي بعيد الميلاد للإخوة الأقباط، الرسالة كانت عن البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وقال تحديدا ونصا إن الرجال تعرف بالمواقف، وأشار إلى قداسة البابا توادروس بأن له مواقف كبيرة، مواقف وطنية مخلصة للدولة المصرية. كيف تقرأ وتستذكر معنا هذه المواقف المهمة للبابا توادروس؟ يعني الكنيسة المصرية في الحقيقة أحد مرتكزات الاستقرار في الداخل المصري، وطوال التاريخ لها أدوار مشرفة فيما يتعلق بحفظ الدولة الوطنية وتدعيم الاستقرار الداخلي في الداخل المصري، وبرز هذا الدور في الحقيقة إبان ثورة 30 يونيو. كان للكنيسة المصرية والبابا توادروس بالطبع دور وطني يعني مشرف للغاية ومعهود للحقيقة للكنيسة المصرية، والجملة الشهيرة أو العبارة الشهيرة حينما قال البابا توادروس: وطن بدون كنائس أفضل من كنائس وطن. أعتقد أن هذه الجملة تلخص يعني الدور الحقيقي للكنيسة المصرية، وإشارة السيد الرئيس لهذا الدور الآن هو تقديرا من القيادة السياسية المصرية لدور الكنيسة المصرية كأحد حصون الدولة المصرية وحصون الدولة الوطنية. أنا أعتقد أن هذا الدور مبعث فخر مش بس للمسيحيين المصريين ولكن لكل المواطنين المصريين، أن لدينا كنيسة تعي أهمية الدولة الوطنية، ولدينا أزهر يعي أهمية الدولة الوطنية، لدينا أجنحة أو يعني تحلق بهم الدولة المصرية، سواء كانت الكنيسة المصرية أو الأزهر الشريف، جناحي الأمة اللي بتحلق بهم الدولة المصرية نحو الاستقرار والسلام، وطوال الوقت لديهم أدوار مشرفة وأدوار في الحقيقة بتساهم في إعلاء فكرة المواطنة. وبالتالي تركيز السيد الرئيس اليوم على هذا الدور الوطني المخلص الشريف الذي قام به البابا توادروس إبان ثورة 30 يونيو هو دور في الحقيقة يعني الجميع يقدره والجميع يثني عليه، والسيد الرئيس الآن أيضا يذكرنا نعم. بهذا الدور لنتذكر هذه القيم ونتذكر هذه الأدوار المشرفة. رسالة أخرى أستاذ جمال تقدم بها البابا توادروس الثاني بابا بطريرك الكرازة المرقسية، تقدم بها للشعب المصري ولشعب الكنيسة، وهي رسالة تعبر عن فكرة المواطنة ووحدة المصريين. كيف تقرأ هذه الرسالة من جانب البابا توادروس بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية؟ يعني هناك حرص شديد على يعني إعلاء قيم المواطنة، هناك حرص شديد على إيجاد يعني حتى إيصال هذه الرسائل مش بس
الأجيال الحاضرة ولكن حتى الأجيال القادمة. هذه المفاهيم التي ترسخ إليها الكنيسة المصرية هي مفاهيم ثابتة وراكزة في العقيدة المصرية، وبالتالي التأكيد عليها كلما جاءت مناسبة هذا أمر في غاية الأهمية. وأعتقد أن التواصل ما بين الأجيال ونقل هذه المفاهيم لجيل بعد جيل هي أمور بتضمن الحفاظ على وطنية هذه الدولة وعلى دولة المواطنة وعلى المظلة الوطنية التي تحتوينا جميعا تحت راية هذا الوطن. أستاذ جمال، لو أردت أن أتحدث عن جانب آخر من التلاحم المصري بين المسلمين والمسيحيين على مدار تاريخي، وهذا ما رأيناه جليا في حروب مصر التي خاضتها، ما رأيناه في بناء مصر في فترة البناء والإعداد الجيد، كيف تفسر هذه الظاهرة من حفظ الدولة المصرية بكل طوائفها؟ بالتأكيد الجميع لحمة واحدة أمام أي من الصعاب أو التحديات، لا يوجد مسلم ومسيحي، يوجد مصري مصري. حينما يكون هناك خطر يواجه هذه الأمة سوف تجد مواطن مصري يدافع عن دولته ويدافع عن وطنه، وهذا في الحقيقة وجدناه منذ ألاف وألاف الأعوام. وحتى مع دخول الديانات إلى الدولة المصرية لم تختلف هذه العقيدة المصرية المحافظة على وطنها بل استمرت. وحتى في العصر الحديث حينما نتحدث عن ثورة 19، حينما نتحدث عن حرب أكتوبر المجيدة وكيف كانت اللحمة الوطنية أحد الأسباب الهامة للنصر، أيضا مرورا لحتى 30 يونيو وكيف اصطف الشعب المصري بمسلمي ومسيحيي أمام الفكر المتطرف، يواجه هذا الفكر المتطرف الدخيل على الديانات أجمع، هذا الفكر المتطرف الذي هو ليس من الإسلام وليس من أي من الأديان الأخرى السماوية. وبالتالي حينما يكون هناك خطر تجد المصري يدافع عن وطنه، ولا يوجد مسلم أو مسيحي ولكن يوجد فقط مصري. هذا أيضا ليس فقط في المخاطر ولكن أيضا حتى في الأفراح. اليوم ونحن نحتفل بعيد القيامة المجيد تجد المسلمين في الكنائس، وتجد المسلمين يحتفلون في الكنائس بجانب يعني أشقائهم في الوطن وإخواتهم في الوطن. وبالتالي هذه اللحمة لا يمكن لأحد أن يمر يعني ويدخل ليحدث أي من أنواع الفتن، حتى مع يعني وجود بعض النبرات الشاذة التي تأتي علينا من الخارج أو بعض الدعوات المغرضة التي تحاول المرور إلى المجتمع المصري، في الآخر بتتفتت كل هذه المحاولات عند الجدار المصري، الجدار الدولة الوطنية الذي يفتت أي من الفتن ويمنع أي من هذه المحاولات اليائسة للمرور إلى الداخل المصري. أنا أعتقد أن الداخل المصري أثبت صلابته وأثبت قوته أمام كافة المحاولات، وثورة 30 يونيو خير برهان ودليل. حتى بعد ثورة 30 يونيو كافة المحاولات التي كانت من خلال حروب الشائعات وحروب الأكاذيب التي حاولت طوال الوقت تمرير الأكاذيب والشائعات إلى الداخل المصري كلها فشلت. على من يحاول تمرير هذه الفتن أن يعني نستطيع القول أستاذ جمال أن المواطن المصري أدرك فكرة وأهمية الدولة الوطنية التي تنادي بها الدولة المصرية منذ عام 2014؟ يعني لا سبيل إلى الدولة الوطنية. حينما قررت أي من الدول مش بس المحيطة بنا ولكن أي من دول العالم التخلي عن مكوناتها الوطنية أو مكون من مكوناتها الوطنية تفتتت وانهارت. يعني حينما جاءت ما يطلق عليه ثورة الخليفة العربي أو إلى ذلك، حينما فقدت بعض الدول مكونات من مكونات هويتها الوطنية، هذه الدول للأسف تعاني من أزمات حتى وقتنا الراهن. الضمانة الوحيدة لاستمرار الدول هو الحفاظ على مكونات الدولة والحفاظ على كافة مكونات الدولة من خلال الحفاظ على كافة يعني المرتكزات في الداخل والحفاظ على هذه اللحمة الموجودة الآن في الداخل المصري. لا يمكن التفريط أبدا في أي من مكونات هذه الأمة، لا يمكن أبدا أن نتخلى أو نفكر في التخلي عن أي من مكونات هويتنا المصرية. وهذا أمر في الحقيقة بتوليد الدولة المصرية وقيادة السياسية المصرية أهمية كبيرة جدا. عشان كده بنجد أن الدولة المصرية بتحيي الحضارة المصرية القديمة، دي أيضا بتحيي الحضارة والإرث الثقافي الإسلامي وأيضا الإرث والحضارة القبطية. بنجد العمل حتى على إحياء المتاحف، على إحياء المناطق التي بها الأثار الإسلامية أو القبطية. إذن الدولة المصرية مدركة تماما أن فكرة الحفاظ على كافة مكونات الهوية المصرية والحفاظ على
صلابة هذه الهوية هو الضمانة الوحيدة لاستمرار الدولة الوطنية، وبالتالي علينا أن ندرك هذه أو هذا الأمر المهم للغاية والذي تؤكد عليه القيادة السياسية المصرية المتمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال الوقت. علينا أن نبقى على قلب رجل واحد، أي أن نبقى على قلب رجل واحد متوحدين. نعم. لا تفصلنا عقيدة، لا تفصلنا ديانة، لا تفرق بيننا معتقد، لا يفرق بيننا هوية، ولكن الهوية الوطنية هي الهوية أو المظلة التي تحتوي. نعم. كافة مكونات هذا الوطن. كل الشكر والتقدير لحضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف على قراءتك وتحليلك لرسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي قدم من خلالها رؤية حقيقية للدولة والجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.